استاذنك يا حمدي، عجينتنا تنزل. وقلت لكم العجينه هعملها بيضه. طيب لو عايزين نعملها اللي هي البني، هنشيل معلقتين دقيق من الابيض ونحط بدلهم كاكاو. الخليه بالشربات، الخليه بالشربات هنحتاج ايه؟ كل اللي محتاجاه كوبايه من الدقيق وتكون منخوله، نص كوبايه حليب بودر، رشه من الملح اهي هحطها على الدقيق علشان ما انساهاش، ومعايا نص معلقه صغيره بيكنج بودر ومعلقه سكر. ومعانا ايه كمان في العجينه بتاعتنا؟ تنزل بس عشان اقولها. ومعايا نص كوبايه زيت، معلقه صغيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، نص كوبايه ميه دافيه. يبقى الخميره والسكر والميه الدافيه انا حطيتهم مع بعض بالشكل ده علشان يخمروا التخميره الحلوه دي، علشان اتاكد ان الخميره بتاعتنا ماشيه تمام. ومعايا نص كوبايه زبادي من اللي بنجيبها من عند اللبان او من السوبر ماركت، ومعايا سيرب متوسط يكون بارد للتسقيه. طب السيرب المتوسط يا نونا مقداره ايه؟ بنحط 3 كوبايات سكر وعليهم كوبايه ونص ميه. 3 كوبايات سكر، كوبايه ونص ميه، او لو هتعملي كوبايتين يبقى كوبايتين سكر وكوبايه ميه. خدوا اول 5 دقائق على النار من غير ما نمد ايدينا فيهم، ادينا عصره الليمون او رشه ملح الليمون، 10 دقائق كمان نقفل عليه ونسيبه يبرد. لازم يكون بارد عشان الخليه تطلع من الفرن سخنه وهو يكون بارد. طيب قبل ما ابدا في العجينه هعمل الخليه بتاعتنا واحطها في الفرن عشان ما عندناش نسخ منها، غير بس ان العجينه متخمره عشان لما تطلع نشوف شكلها عامل ازاي. بصوا كده العجينه ما شاء الله عليها. انا هبدا الاول ان انا اشكل واحط في الفرن علشان انا قلت لكم مش عامله منها نسخه. حاضر، عينيا الاتنين بس كده كده. بصوا باخد الكوره وبلمها واروح عامله كده اهي، واروح رصه كده. طيب انا كده عملت ايه؟ الـ الابيض. هاخد البني. بصوا العجينه بقى، بصي يا حمدي معايا كده وانا بفضيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا ملمس العجينه، بصوا زي ما بنقول كده ملبن. بصوا طريه وفي منتهى الجمال. طيب هنعمل كده نفس حجم الكوره اللي احنا خدناها من الابيض، والم كده واعمل كده. احنا العجينه بني وعملنا ابيض. مقدار العجينه زي ما نزل معانا على الشاشه كان سهل وبسيط جدا وما فيهاش اي مشكله. كل اللي محتاجاه قومي بعد الهوا كده بعد الحلقه طلعي كوبايه دقيق وانخليها، ونص كوبايه حليب بودره، ومعانا نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه زبادي، ما عندكيش زبادي حطي معلقتين لبن ما توقفيش على حاجه، ومعايا معلقه صغيره بيكنج بودر، ومعلقه صغيره خميره حطينا عليها معلقه كبيره من السكر، ونص كوبايه ميه دافيه. دكنا الخميره على جنب مع الميه والسكر، يا دوب خمرت معانا واشتغلت كده. وهبدا بعد كده اروح منزله كله في العجان يتعجن. طيب عملت كده العجينه البيض، اجي لما اجي اعمل العجينه البني هعمل ايه؟ اروح شايله معلقتين دقيق من كوبايه الدقيق اللي انا عملتها، واروح حاطه مكانهم معلقتين كاكاو، وبرده يتنخلوا علشان ما يبقاش في حاجه مكتله من جوه، واخلطهم مع بعض واحطهم في بولتين واسيبهم يتخمروا براحتهم زي ما شفتوا كده. العجينه في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. طيب بعد، حاضر، بعد ما بنخلص بنعمل ايه؟ الفرن بتاعنا شغال من قبل ما ابدا اي حاجه خالص على 180، تدخل تاخد اللون الحلو بتاعها. طبعا هعرف ان البني استوى منين؟ من سوى الابيض. البني هعرف ان هي استوت من سوى الابيض، مجرد ما خدت اللون الحلو اروح مطلعاها واكون عامله الشربات بتاعها بارد، واروح صباه عليها على طول. دي الخليه بتاعتنا اللي هنعملها. عملنا الخليه اللي هي ابيض وبني وحطيناها في الفرن على درجه حراره 180 فوق وتحت. ما عندكيش فوق وتحت حطي تحت بس مش مشكله، ولما تاخد اللون بتاعها البيضه تاخد اللون الذهبي هتخرجيها على طول يكون السيرب بتاعنا بارد ونسقيها بيه. طيب تعالوا نعمل كده العجينه مع بعض عشان اوريكم ملمس العجينه هيكون عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كوبايه دقيق منخوله، حليب بودر، والزبادي وما يكونش في الثلاجه. خلوا بالكم التكايه دي قوي، الزبادي ما يكونش في الثلاجه يكون بره علشان مش عايزينه متلج كده اهو. نص كوبايه، وادي الزيت ورشه الملح طبعا حطيناها مع الدقيق، وادي البيكنج باودر، وادي الخميره اللي اتخمرت مع السكر، ونص كوبايه الميه. ماشيه معانا تمام وزي الفل، والميه تكون دافيه ما تكونش سخنه عشان ما تبوظلناش العجينه اللي احنا بنعملها. كل ده حطيناه مع بعض، هنبدا نشغل كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم.
مقدار نص كوبايه الميه اللي حطيناه مع نص كوبايه الزبادي اللي هي مش من الثلاجه علشان تدينا سوائل كويسه، هي اللي عجنت لنا كوبايه الدقيق مع نص بودر حليب. طيب حد هيقول لي طب انت كده هي عجنت معاكي، هي كل اللي محتاجاه ايه؟ بصي لسه مقطعه، كل اللي هي محتاجاه ان هي لسه عايزه تعجن بس شويه، لكن اتلمت يعني هي كده مش محتاجه ولا سوائل ولا حبه دقيق ولا اي حاجه. طيب لو حد طبعا بيشتغل باي نوع دقيق تاني ولقاها ان هي ما لمتش على طول بالشكل ده واحتاجت سنه سوائل، نحط لها ايه؟ حط لها معلقتين حليب، او ابدأي بمعلقه، لقيت ان هي لسه ما لمتش معاكي ابدأي بمعلقه تانيه ما فيهاش اي مشكله، ما عندكيش حليب ساعتها حطي شويه ميه دافيين، مش هتقول لك لا، هتطلع برده معاكي زي الفل. طيب انا اوريكم شكلها عامل ازاي، هسيبها دلوقتي وممكن اعجنها في الفاصل عشان الصوت علشان تركزوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، بدا الابيض ياخد لون ذهبي معانا اهو، هسيبها شويه كمان علشان كلها تبقى لون واحد، واول ما نطلعها نسقيها بالشربات بتاعنا. انا عملت صينيه تانية كمان في الفاصل برده ماشيه تمام، هطلعها لكم واوريها لكم شكلها عامل ازاي. طب بصوا هقول لكم على حاجه، احنا هنحطها تاني واسقيها علشان تبقى محكومه وبعد كده نرفع الغطا من عليها. بصوا هي طلعت، بصوا ما شكلها ما شاء الله عامل ازاي. نبدا بقى نسقيها، السيرب بيكون بارد خلوا بالكم. بالشكل ده كده ونسيبها لما تتشرب خالص وبعد كده نبدا نفتحها. خلوا بالكم السيرب بيبقى بارد ليه؟ عشان ما تعجنش معانا وتبقى عامله زي اللوكه. بس كده هسيبها بقى تتشرب ونبص الناحيه التانية اللي احنا حطيناها طلع عامل ازاي. طبعا احنا ما عملناش خليه كامله لان هو اللي فضل من العجينه هي اللي عملناه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كان فاضل حته عجينه بني اكبر من الابيض، دي طبعا حسب تكويرة الايد نفسها. نروح برضو ايه صبينا عليها بسيط كده، مش هدي كتير. بصوا كده بس مش هزود تاني عشان ما تسيلش على الكوانتر. الخلية بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده. تعالى بقى نقدمها الناحيه دي وبتاع كده. بسم الله. كده اهي في منتهى الجمال. بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ونجيب التانيه كده جنبها، الحمد لله ما نزلتش عسل. تبرد برده شويه وروح فكها.